الركن الثالث من أركان الإيمان. الإيمان بالكتب. نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأنها كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى. نؤمن أنها منزلة غير مخلوقة. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، كل رسول أنزل الله سبحانه وتعالى معه كتاب من الأنبياء والرسل عليهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بجميع الكتب. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. ونؤمن بما فيها من أخبار. ونؤمن أن هذه الكتب نسخت بالقرآن، فلا نطالع إلا القرآن والسنة. نؤمن بالتوراة والإنجيل، لكن لا نطالع ما فيها، نطالع ما جاء في القرآن. نؤمن